السلام عليكم يا حبايب قلبي، مساء الورد بقى والسعادة كده والصحة وراحة البال يا رب على الجميع ان شاء الله بإذن الله. طبعا بقى يا حبايبي انتوا اكيد بتقولوا يا ترى ايه اللي معاكي ده، اللي هو الدوات اللي في الكيس ده. يعني ده يا حبايب قلبي ينسون، انا فلسه جايباه من السرجة. انا بحب اجيب كل حاجتي طبعا، اللي هي العشبية دي بالذات بحب اجيبها جدا من السرجة يا حبايب قلبي، بتبقى حلوة جدا وجميلة وبصراحة مفيدة. يعني حاجات كتير قوي، يعني مثلا مش اليانسون بس، عندي مثلا اليانسون وطبعا زيت الحلبة وزيت وحاجات كتير قوي قوي. يعني عندك برضو الحاجات العشبية، قصدي اللي هي زي الحلبة وبرضو الكراوية والحاجات ديت، يعني كركديه والحاجات دي. بصراحة انا بحب الكركديه جدا وبحب اليانسون جدا وبحب زيت الحلبة، بحب برضو الحلبة جدا وبحبها برضو كزيوت، يعني مش شرط اعشاب بس، بحبها كزيوت برضو. عندك مثلا زيت الحلبة، زيت الخروع، زيت حاجات كتير قوي، زيت السمسم. بصي يا بنات، انا عموما من عشاق الحاجات دي جدا جدا جدا، يعني الحاجات اللي هي العشبية دي. طبعا احنا جنبنا طبعا بقى في البيت سرجة، بحب اروح على طول اجيب منها كل اللي انا عايزاه. زي ما احنا شايفين كده، ده تقريبا يعني نص كيلو او ربع كيلو بتاع ده ينسون. طبعا احنا كلنا طبعا يا حبايب قلبي عارفين فوائد اليانسون ده. طبعا انا هعمل لنا كوبايتين دلوقتي منه كده، حلوين سخنين كده نشربهم كده واحنا قاعدين. يعني هعمله معاكم طبعا يا حبايب قلبي. اليانسون حلو جدا وجميل، وبرده ليه فوائد كتير قوي يا حبايب قلبي. بيريح، اولها طبعا بيريح المعده، وطبعا بيجلي الصوت وبيخليه حلو كده وجميل. طبعا انا جايباه عشان المعده، يعني عشان معدتي فعلا وجعاني بقالها كام يوم كده، فقلت خلاص. كنت امبارح طبعا نزلت امبارح كده اجيبهم من السرجه يعني، وهو منها برضو اتمشى وغير جو وكده، يعني كتغيير برضو، عشان ايه انا بما ان انا يعني قاعده في البيت على طول فقلت كتغيير. ماشي يا حبايبي. طبعا احنا هنحط هنا يعني شويه شويه، انا بحط كده عادي من الكيس مفيش مشكله. يعني اهو زي ما احنا شايفين اهوت، انا جايباها من السرجه لسه، والله لسه جايباها امبارح. زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي اليانسون معانا اهو، هنحط منه شويه هنا في شوية، مش كتير يعني، يعني دوب كده، دول كفاية قوي حلوين يعني. ماشي يا حبايب قلبي، اهم معانا همت في البتاع زي ما احنا شايفين معانا اهو، يعني يا دوب دول كفاية قوي حلوين يعني، لان هما العدد اتنين بس، مش اكتر من كده يعني. ماشي يا حبايبي اهو زي ما احنا كده معانا شايفين اهمت، يا رب يكونوا واضحين كده بالنسبة لكم. ماشي يا حبايبي. طبعا بقى ايه، نغلي كده شوية ينسون. ماشي يا حبايبي. طبعا انا طبعا دول مثلا كوبايتين، يعني ممكن احط مثلا عليهم ايه كوبايتين مثلا مية، احط عليهم كوبايتين مية كده عادي، من كوبايتين مية من الحنفية عادي يعني. ماشي يا حبايبي، حطيت عليهم مامت ميه. بس بعد كده ايه، هم واخدينهم ايه، حاطينهم كده على النار اهو زي ما احنا شايفين كده، حطينا اليانسون على النار، حطينا عليه كوبايه ميه او يعني كوبايه ونص كده ميه. تمام يا حبايبي. بس ولما بتيجي بقى طبعا دي الكوبايه اهي اللي انا هعمل فيها كوبايتين اللي قلت لكم عليهم اهوت. لما بتيجي بقى خلاص تخلصي، طبعا بتصفي بقى، بتحطيه طبعا بقى في الصفايه دي اللي هي الصغيره دي، بتصفيه بقى طبعا من الاعشاب اللي هي اليانسون دي، بتصفي الميه بالاعشاب ديت بس وخلاص على كده. ماشي يا حبايب قلبي. ممكن بقى ازود يعني كمان شويه ميه يا حبايبي، عشان يعني تكفي الكوبايتين، تعمل لي يعني على قد كوبايتين، فاحنا هنزود الميه شويه. ماشي يا حبيبي. بس اظن كده حلو قوي. يا حبيبي زي ما احنا شايفين كده، طبعا انا بقى مش هنزله خالص دلوقتي، يعني مش هنزله دلوقتي بس بدري يعني. ينسون هو بقى زي ما انتم شايفينه معايا ومعانا اهوت، شايفين حتى لون الميه اتغير اهوت من اليانسون. اتمنى يا رب كده يا حبايبي تكون الصوره واضحه قدامكم.
انصحكم بجد يا بنات تاخدوا ينسون كده على طول. ينسون حلو جدا، والاعشاب المفيده الجميله بتخلي الصوت حلو، وكمان بتجلي كده، بتجلي الصوت وبتخليه حلو، بتجلي الصوت كده وتخليه جميل. بصراحه يا بنات يعني معظم الحاجات العشبيه دي الاعشاب يعني بتبقى حلوه جدا وجميله. كفايه بس يا بنات ريحته دلوقتي طالعه، ريحته طالعه تحفه جدا جدا يعني بصراحه. من عشاق انا اللي بعشق اليانسون والحاجات دي والكركديه. عندي برده كركديه بس مش عارفه خلص ولا ايه. عندي كركديه برده، كركديه ويانسون وحلبه والحاجات دي بتبقى جميله جدا جدا بصراحه يا بنات، بتبقى حلوه قوي. وعلى فكرة انا هستنى بقى لحد ما يغلي، مش هنزله دلوقتي من على النار. هو شايفين زي ما انتوا شايفين كده هو بدأ يغلي معايا اهو. هستنى طبعا شوية، وطبعا هكون حاطة في الكوبايات اللي معايا دي حبايب قلبي، واحط فيها طبعا ايه معلقة سكر واحدة بس، هي معلقة واحدة بس من السكر معايا اهو، لان طبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان اليانسون طبعا مش بيحتاج سكر كتير. تمام يا حبايبي. حط بس هي دي معلقه واحده بس اهي، حطها في الكوبايه دي، معلقه كمان برضو في الكوبايه دي. تمام كده يا حبايبي. بس انا بقى كنت قاعده كده يعني بصراحه فاضيه بمعنى اصح، فقلت بقى خلاص اقوم بقى اعمل يانسون وكده وماشي الحال يعني. متنسونيش كده يا حبايبي بقى في لايكاتكم الحلوة الجميلة ديت، والشير والسبسكرايب، وتقولي لي مين اللي بيحب اللي هي اللسون والحاجات اللي هي الأعشاب ديت يعني، يا ترى بتحبوها زي كده برضه يا حبايبي ولا مش قد كده؟ أنا طبعا زي ما انتوا عارفين أنا من عشاق اللسون، بعشقه جدا جدا وبصراحة بحبه يعني قوي، وبحب أشربه على طول سواء بقى الصبح بالليل في أي وقت يعني. شايفين يا حبايبي هو بدأ يغلي معايا اهو، بس لسه طبعا هنسيبه شوية كمان عشان يغلي يغلي تمام يعني. وطبعا بقى الحاجات اللي انتوا شايفينها اللي هي اليانسون ده طبعا كله انا هصفيه يعني، هصفيه لما اجي احطه في الكوباية ان شاء الله يعني. طبعا بقى ما اقولكوش بقى، شايفين البخار اللي طالع ده يانسون بقى وعمايله بقى، في طبعا خلي الصوت جميل جدا وحلو، وكمان بينظف المعدة ويطهرها لو فيها اي حاجة. حلو حلو بصراحة، وليه فوائد كتير حلوة ممكن تشوفوها طبعا على النت عادي، فوائد اليانسون. ان شاء الله بإذن الله كده هبقى اكلمكم برضو على الفوائد الاعشاب الطبيعية في مرة في يوم كده يعني، ان شاء الله بإذن الله. اتمنى كده يا حبايبي تكونوا كده مبسوطين من القناة، والقناة حلوة يعني بالنسبة لكم، اتبسطوا منها وتبقى حلوة كده. طبعا يا حبيبي احنا خلاص يعني ان شاء الله هندفع عليه دلوقتي اهوت، وهنصفيه من بذور اليانسون اللي فيه ديت، احنا عايزين المية بس يعني. في ناس مش بتصفيه عادي، في ناس بتحطه كده زي ما هو، بس انا افضل ان احنا نصفيه يعني عشان البذور المتراكمة الكتير اللي فيه ديت تتصفى يعني، اللي احنا شايفينها اللي جنب الحلة دي، ده تكون واضحة يعني بالنسبة لكم. ماشي يا حبيبي. هو يا دوب كده ايه غلي اهوت معايا، ولو اتبقى مثلا ينسون سيبيه عادي مش مشكله، وسخنيه تاني في اي وقت واعمليه برده عادي يعني. لو اتبقى في الحله شويه ينسون عادي اكيد مش هنرميهم يعني. ماشي يا حبيبي. اهو غلى معايا خالص اهو زي ما انتوا شايفين بيغلي اهوت. ماشي يا حبيب قلبي. احنا بقى هندفي عليه دلوقتي لاني كده خلاص تمام. هناخده بقى ايه، هناخده بقى طبعا نصفيه. انا هاخد اليانسون معايا اهو زي ما انتوا شايفين، يا ريت تكون ميه اليانسون واضحه كده بالنسبه لكم اهيت. ماشي يا حبايبي. حطه هنا على الرخامه. واضحه يعني، واضحه جدا يعني. اتمنى تكونوا كلكم شايفينها يا حبايبي. الكوبايتين اهمت معايا اللي انا حطيت فيهم معلقه واحده بس سكر، واليانسون اهو معايا برضو.
طبعا هجيب المصفى. بصوا يا حبايبي، انا المصفى بتاعتي اهيت، ماشي، اللي هصطفي بيها بذور اليانسون دي. هتعملي ايه بقى؟ هتحطيه كده على الكوبايه اهو زي ما انتوا شايفين كده. تمام يا حبايبي، انا كده حطاه على الكوبايه اهو، وحطيت طبعا في دي، في الكوبايه دي معلقه سكر واحده، وفي دي برده معلقه سكر واحده. تمام، وتجيبي الصفايه بتاعتي اللي هي الصغيره ديت، وحطها على الكوبايه اهي بالمنظر ده كده. تمام يا حبايبي، وايه، وهبدا اصفي بقى ايه اليانسون معايا. طبعا اجيب حاجه اشيل بيها لانه سخن يعني، معذره اعذروني. ماشي يا حبايبي، اهو زي ما احنا شايفين كده. هنبدا بقى ايه نصفي. يا رب يا حبايبي تكون شايفين البذور اتحجزت ازاي، بذور اليانسون اهي، شايفين يا حبايبي اهي. طبعا البذور معايا اهيت، اللي اتبقت معايا اهيت في المصفى. طبعا انا ايه مش عايزاها خلاص. ونفس الحكايه برضو، هنقل بس المعلقه هنا في الكوبايه دي، نفس الحكايه برضو على الكوبايه دي. تمام، برضو الحله معايا اهي، هصفيها برضو من ايه، انا عايزه، لان انا عايزه الميه بس، يا ريت تكون واضحه بالنسبه لكم يا حبايبي. يعني شايفين البذور بتتراكم لوحدها ازاي. اهي يا حبايبي البذور طلعت معايا اهيت، بذور اليانسون. طبعا ايه احنا خلاص مش عايزينها يعني، بس. وهبدأ بقى ايه اقلب عادي خالص. عشان طبعا حتى معلقة سكر، فهبدأ ايه اقلب عادي خالص. ويبقى كده تمام يا حبايبي، تمام. وطبعا حلو جدا، اتمنى يا رب كده يكون فيديو النهارده عجبكم ونال اعجابكم يا حبايب قلبي. طبعا اليانسون بقى زي ما احنا شايفين معانا هو جميل جدا، وطبعا يا حبايبي ليه فوائد حلوه جدا اهو. ولونه كفايه كمان، اصلا لونه رائع وجميل جدا، انا بحب اليانسون جدا يا بنات. وطبعا اليانسون اهي، كانت حلقة النهاردة يا حبايب قلبي. اليانسون حلو جدا وجميل، ويا رب كده طريقة اليانسون اللي انا عملتها كده، اكيد كلنا يعني بنعرف نعمله، بس انا قلت يعني